خصنا خص تعاود تعزينا من الاول في السبور في المغرب، خاص اللي يشدوا المناصب يكونوا اصلا كانوا دي سبورتيف باش يحسوا بلي سبورتيف، باش يحسوا بالمعاناه ديال السبورتيف، حيت هما كياخذوا بان سبورتيف عنده بحال حاشاك بحال شي بضاعه، عنده واحد داد نيسونس، عنده واحد تاريخ صلاحيه، يعني باش كيبداو باش كيسالي صافي كيسالي كنحيدوه بحال عمرو ما كان. بدر الدين دياني 24 سنه، كنسكن في مدينه الدار البيضاء، كنمارس رياضه الفنون القتاليه المختلطه الام ام اي ورياضه السومبو كومبا. واليوم جيت باش نتكلم على الباماريس ديالي وعلى الرياضه ديالي. عندي 6 مرات بطل المغرب على التوالي في رياضه السومبو كومبا، 5 مرات بطل افريقيا على التوالي في رياضه السومبو كومبا، عندي رتبه اولى مرتين في الجائزه الكبرى لباريس، ورتبه ثانيه في الالعاب القتاليه بكوريا سنه 2019، وعندي رتبه ثانيه في كاس العالم وثالثه في كاس العالم. وبالنسبه للام ام اي، ام ام اي مختلفه على السومبو، حيت ام ام اي ما كتكونش يعني ماشي اقصائيات ولا كذا، كيكون ماتش واحد. انا عندي فيها 2 ارباحات، يعني 2 فيكتوار، الركور ديالي هو فوزين وصفر خساره. النزال الاول اللي كنت لعبت مع واحد خصم مصري سميتو هشام هيبه، كان تحضير جد صعب. اول مره غنلعب ام ام اي، العمر ديالي كان صغير، يعني 2016، اول تجربه، وغنمشي بوحدي، غنسافر لبلد اجنبي بوحدي، وهذه صعيب، يعني يمكن نعتبره ما بين اصعب النزالات. وثاني اصعب نزال هو نزال الام ام اي الثاني اللي كان في فرنسا ضد خصم، يعني غنقولها بصراحه كانوا جابوني ليه انا غير باش يربحني، يعني بحال جايبوني ليه باش يطلعوا ليه البالماريس ديالو وتصدق دير ليهم مفاجاه. كنربح ليهم ابن الدار ديالهم في واحد الاكاديميه كبيره كنربحو، وبالرغم بانني تعلمت في فتره وجيزه، يعني كان طرا لي واحد المشكل، كنت توقفت في رياضه السومبو وكانت عندي الفيزا ومشيت لعبت الحمد لله وحققت المنتخب. ميمي ما عندهاش جامعه في المغرب وما عندهاش، يعني كاين بزاف الناس واخدين هذا الكوطي هذا، غنقولها بصراحه كينصبوا به، كيش الدري كيطمعوا كيقول ليه مثلا ام ام اي غادي نطلعك غتولي بطل، ما كاينش ام ام اي في المغرب، اللي كذب عليك كذاب يقول لك غتشدك غادي تلعب. ام ام اي كاين على برا، بغيتي تحترف غتمشي على برا، كاع المغاربه اللي باينين حاليا في الام ام اي كلهم عايشين على برا، ما كاينش شي مغربي في المغرب بان على برا، يعني هذه ما كايناش. وبالنسبه للام ام اي كيف قلت غادي تمشي سوا انت والمدرب ديالك سواء الطاقم ديالك على حساب الماديات ديالك، يعني انا في الاول ما يمكنش ليا نمشي نلعب في منظمه كبيره لا تخلص عليا ولا ليكيب ولا هادي، دونك سكيل فيه مشيت غير بوحدي. حاليا كنطيع 10 كيلوغرامات بالنسبه للعب، وزني دابا حاليا 92 كيلوغرام، كنلعب 82 في السومبو، بالنسبه للام ام اي كنلعب 77، يعني غنزل من 90 ل 77، خصني 13 كيلو، راه فريمون راه بحال كتقطع ما كتحيد السكر الريجيم، ومع الخدمه ومع الستريس كنلقى يعني واحد المشكل كيفاش غادي نقاد بروغرام الماكله كيفاش، وعارف المغرب كيعصب تما غادا صايقه في الطريق كتلاقى مع شي واحد، هذا الشيء ما كيقدرو حتى شي واحد، انت اللي غادي تقدر راسك براسك، يقدرك شي واحد ديال سبورتيف. انا كانوا معايا دراري كيبكيو، دراري كيديكاليو ميزان بهادي بسبب هاد الستريس هذا. تبع سبور يعني مثلا خاصك بروغرام الماكله، خاصك مينيموم الا كنتي اتليت هو نيفو، كندوي دابا على لي هو نيفو ما كندويش على ديبيتون، خاصك مينيموم اقل وجبه خاصك مثلا 50 درهم في النهار، هادشي كنقول لك اقل الاضرار. وماذا بك انت ما خدام ما ردام وغادي تخصك هادشي ابار لي كومبليمون اليمونتير لي مهم، لي بروتيين لي غلوتامين لي بون، هذا سوجي طويل ما لازمنا ندخلو فيه، غندخلو في نيتريسيون داكشي، مي هادشي حتى هو كيلزم، يعني كاتليت راه ما كاينش شي رياضي حاليا واصل ولا هادي ما كيدخلش لي كومبليمون اليمونتير. الرياضه عاونتني حتى في حياتي الحمد لله، دابا كنتابع المسيره ديالي ولقيت واحد الخدمه الحمد لله مستور فيها اللي معاونني، وكنبغي نوجه لهم تحيه للكلوب اللي حنا خدام فيه دابا تقريبا عامين ونص، بيفيت كلوب من كلوب طوب في الدار البيضاء، هاد الكلوب اللي قراني فورماني باش وليت انني بيرسونال ترينين، يعني في شي حاجه اللي انا كنبغيها اللي هي الرياضه كنمشي مع الناس لوبجيكتيف ديالهم،
كاينين دي ريزولطا الناس اللي طيحوا 10 كاين اللي طيح 15 كيلو كاين اللي تقادات لي لا بوستور ديالو كنبقى غادي معاهم ان شاء الله حتى كنوصلهم لوبجيكتيف و ابار سا عندي كان عندي كلوب ماشي ديالي مي من خارطنا واحد الجمعيه كنمشي كنعلم وليدات الشعب كنبغي نوصل لهم واحد الرساله يعني ماشي بالرغم بانني مازال صغير على التدريب مي كنحاول انني نتقاسم معاهم التدريب ديالي نوصلهم ونوريهم من خلال التجربه ديالي نتقاسم معاهم والحمد لله راه فايت ساكين وراه حقو ميداليات وعندي واحد عندهم واحد المكانه كبيره في قلبي وانا كذلك يعني مو داكشي متبادل. الدوله عندنا ما كتامنش بالرياضات الفرديه ما كتامنش بالرياضه اصلا يعني انا من بين الصعوبات اللي كنلقى في حياتي مثلا انني نوازن انا كنقرا انا عندي اجازه في دراسه الفيزيائيه يعني عندي ليسونس يعني من النادر انك تلقى شي واحد في المغرب كيوازن ما بين الدراسه وما بين الرياضه يعني كتلقى سوا اغلبيه دابا حاليا كتلقى سوا كيمشي الرياضه وكيخلي الدراسات ديالو ولا هادي اولا كيمشي للدراسات وما كيترينيش ولا صعيب جدا. الميساج اللي بغيت ندوز للشباب الله يرضي عليكم اللي عنده شي اوبجيكتيف طمح ليه خدم عليه حاجه وحده قرا ما عندك تخلي الدراسه وتتبع لونطريمون ديرهم بجوج راه ممكن اكذب عليك الكذاب واخا صعب ولكن ممكن يعني وحاجه مهمه اخرى عاوتاني هي خذ لي ديبلوم مثلا عندك سانتير مار شي حاجه ما تجيش تقول لي بغي نفهم خذ ديبلوم ديالك هادشي غادي تحتاجوه من بعد تبغي تدفع كونكور تبغي تدخل شي حاجه ما تقولش لهم انا مثلا عندي سانتير مار في هذه وما عنديش ديبلوم ما عنديش هذه النقطة الأولى والنقطة الثانية هي أن كل واحد يتوكل على الله سبحانه وتعالى اللي عنده شي أوبجيكتيف يخدم عليه وراء إن شاء الله غادي توصل سوى اليوم سوى غدا سوى بعد غدا سوى بعد سنة سوى إن شاء الله غادي توصل وشكرا.